الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. في العناوين: انتهاء جلسة مجلس النواب التشريعية وجلستان جديدتان الأربعاء والخميس المقبلين. شيء مؤسف كثير، يعني في مليون عائلة قبل بلبنان عم تعاني من هاي الأمور. مليون نازح سوري مسجل رسميا في لبنان، ومفوضة اللاجئين تقول إن قدراته استنزفت حتى نقطة الانهيار. المليحة الغوطة الشرقية غارة جوية على بلدة المليحة. قوة النظام تهاجم الغوطة ردا على خسائرها في اللاذقية ومخاوف من استخدامه السلاح الكيماوي. في النشرة تتابعون أيضا في الاقتصاد: أزعور للمستقبل، إقرار السلسلة خطأ إذا لم يعرف تأثيرها ومصادر التمويل. وفي الرياضة، الصفاء إلى الدور الثاني لكأس الاتحاد الأسيوي بالعلامة الكاملة. أجواء الحلحلة الحكومية والأمنية والتشريعية مستمرة، ففي طرابلس تنعم المدينة لليوم الثالث على التوالي بأجواء هدوء تام وارتياح شعبي. أما حكوميا، فقد أنجز مجلس الوزراء الليلة الماضية جملة تعيينات، وفي ساحة النجم انتهت ورشة التشريع التي عقدت على مدى 3 أيام، وحدد الرئيس نبيه بري جلستين يومي الأربعاء والخميس المقبلين بجدول أعمال جديد. لكن البداية من التقرير المفصلي حول عدد النازحين السوريين في لبنان والذي صدر اليوم. فقد أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى عتبة المليون لاجئ، وصفة الرقم بالتهديد القياسي الكارثي، معتبرة أن البلد المضيف بات على شفير الانهيار. شيء مؤسف كثير، يعني في مليون عائلة قبل بلبنان عم تعاني من هاي الأمور. إنه اللاجئ صاحب الرقم مليون في لبنان، وقد سجل الرقم في أحد مراكز النازحين في طرابلس، رقم يشكل نقطة مفصلية خطيرة وموضوعا جدليا عربيا ودوليا. رسميا بات لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان، وهو يكافح لمواصلة مواكبة هذه الأزمة من دون أي بوادر في الأفق تنبئ باحتمال تباطؤ وتيرتها. هذا التحديد جاء في بيان صحفي مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مسجلا بذلك مشكلة تتفاقم جراء الاستنفاد السريع للموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف حتى نقطة الانهيار. وأعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن عدد النازحين بات يوازي ربع تعداد الشعب اللبناني، وصفة هذا الرقم بالعدد القياسي الكارثي. وأشار أنطونيو غوتيريز المفوض الأعلى للاجئين أنه لا يمكن للمجتمع الدولي ترك لبنان يرزح بمفرده تحت كاهل هذا العبء. وسجلت المفوضية توافد 2500 ألف لاجئ جديد يوميا، أي أكثر من شخص في الدقيقة. بحسب تقديرات البنك الدولي، بلغت تكلفة تداعيات الأزمة السورية 2.5 مليار أمريكي في خسائر اقتصادية خلال العام 2013، الأمر الذي يهدد بدفع 170 ألف شخص لبناني إلى الفقر بحلول نهاية العام، فيما يشكل الأطفال النازحون نصف مجموع السكان النازحين في لبنان. ويتجاوز عدد الأطفال الذين هم في سن المدرسة حاليا 400 طفل، أي أكثر من عدد الأطفال اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية. رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية وحدد موعدا لجلستين الأسبوع المقبل. عن أجواء النقاشات اليوم تحدثنا من مجلس النواب مراسلتنا مها ظاهر. مها، كيف كانت أجواء البرلمان اليوم؟ نعم لينا، هي كانت جلسة هادئة اليوم على اعتبار بأن معظم اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال كانت عليها صفة المعجل المكرر، وقد سقطت صفة الاستعجال عن أكثر من 90% من هذه الاقتراحات وأحيلت إلى اللجان المختصة لإعادة درسها من جديد، كمثلا موضوع تثبيت الأساتذة المتعاقدين للتعليم في التعليم التقني والمهني، إضافة إلى الهيئة الناظمة للاتصالات وقطاع البترول والطيران المدني، إضافة إلى تمديد مهل المراجعات القضائية
لضباط وعسكريي 13 تشرين 1990 المقدم من النائب ميشيل عون، والذي شهد نقاشه مشادة كلامية كبيرة بين النائب سامي الجميل الذي تحدث عن الاحتلال السوري وبين النائب عاصم قنصو الذي اعترض على استخدام كلمة احتلال، وتدخل هنا الرئيس نبيه بري وطلب شطب كل هذا الحوار من المحضر على اعتبار بأن هناك فريق من اللبنانيين كان يعتبره احتلالا وفريق آخر كان يصفه بالوجود السوري فقط. وبالعودة إلى موضوع تمديد مهل المراجعات القضائية لضباط وعسكريي 13 تشرين 1990، كانت مداخلة للرئيس فؤاد السنيورة حسمت الجدل الذي أثير في هذه الجلسة، فقال إن هذا الاقتراح يخالف الاستقرار التشريعي وفصل السلطات، ولكن الأمن الوطني هو الأهم من خلال تحقيق المصارحة والمصالحة، وبالتالي يجب النظر إلى هذا الموضوع بعدل وأن يشمل كل الحالات المشابهة، وبالتالي أحيل هذا الموضوع مجددا إلى اللجان المختصة. ومن بين الاقتراحات التي سقطت عنها صفة الاستعجال هو ذلك المقدم من النائب سامي الجميل عن أعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد للمدنيين الذين استشهدوا من 22/10/1989، وهنا كان اعتراض من الرئيس فؤاد السنيورة أيضا على اعتبار بأن لا خلاف على إنسانية ووطنية هذا الاقتراح، ولكن ذلك سيحول الشعب اللبناني إلى متلقي رواتب وأجور. وأما الموضوع الذي استحوذ على أكثر من ساعة من النقاش هو الموضوع المتعلق بلوحات النمر الزرقاء للنواب، إضافة إلى اللوحات الإلكترونية الذكية لمعظم اللبنانيين، وهنا صوت على هذا الاقتراح ولكن عاد وسحب بناء على ملاحظة رئيس الحكومة تمام سلام الذي قال بأن هذا الأمر يستحيل إنجازه فيما يتعلق ب هذا الموضوع، موضوع اللوحات الذكية الإلكترونية للمواطنين، لأن ذلك بحاجة إلى وقت ودرس. وخارج إطار الاقتراحات كان هناك مداخلة للنائب علي عمار دعا فيها إلى تعيين محافظي لبعلبك الهرمل وعكار، وكانت هناك أيضا مناشدة في هذا الإطار للنائب معين المرعبي والدكتور أحمد فتفت، وهنا اعترض الرئيس نبيه بري على تهديد النائب معين المرعبي بالتصعيد في حال لم ينفذ هذا الموضوع سريعا. وآخر الاقتراحات التي درست كان موضوع النسبية في قانون الانتخاب المقدم من النائبين غسان مخيبر ومحمد الصفدي، ولكن سقطت عنه صفة الاستعجال، وهنا كانت كلمة للرئيس نبيه بري أكد على أن موضوع قانون الانتخاب مهم وموضوع النسبية أهم، ولكن الأولوية بالنسبة إليه لسلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا الإطار كان اليوم مؤتمر صحفي للنائب إبراهيم كنعان حول هذا الموضوع، نستمع إلى ما جاء فيه. الدفاع المدني اسمه الدفاع المدني، اسمه الدفاع عن المدنيين، اسمه الدفاع عن المواطنين. صار لنا سنوات وسنوات هذا الاقتراح موجود، بنظم الملاك بهذا، بيخلق ملاك، بينشئ ملاك بالدفاع المدني. ليش بدنا ننطر بعد؟ نحن منطالب ككتلة تغيير وإصلاح الأسبوع المقبل أن يكون هنالك جلسة، حتى ولو اقتصرت الجلسة على هذا الاقتراح، لأنه هنالك من يقول بأنه إذا ما عاد في قوانين أو اقتراحات كفاية قد يكون مصير هذا الاقتراح يمكن أن يتأجل. وغدات طي ملف المياومين في مجلس النواب، اعتبرت لجنة المياومين وجوبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان أن ما حصل إنجاز تاريخي، حثت العمال على العودة إلى عملهم وتسيير أمور المواطنين والمؤسسة. ما تم إنجازه في هذا القانون هو نصر لكل المياومين. بالنسبة لهم أصبح الحلم حقيقة والمستحيل واقعا. بعد سنتين من المعاناة تخللها 97 يوما اعتصاما مفتوحا، تمكن العمال المياومون وجوبات الإكراء من الوصول إلى قرار تثبيتهم عبر القانون المعدل الذي صدق عليه مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الأربعاء. واحتفالا بهذا الانتصار العمالي، التقى العمال المياومون من مختلف المناطق في مبنى كهرباء لبنان، أتوا وفودا من سور وحصبية وصيدا وغيرها، ليؤكدوا على أن إقرار تثبيتهم ما هو إلا إنجاز تاريخي وصفوه بالعظيم في تاريخ كافة الحركات النقابية والعمالية، ليس فقط في لبنان بل في الشرق الأوسط. نعم، نحن اليوم نجحنا وحققنا ما حدا في حقق 100% بالصراعات. نحن بعتبر أهم هدف
أهم هدف اللي هو تثبيتنا بملاك مؤسس كهرباء لبنان على ما أعتقد حققناه. أكدنا وكان عندنا علامة استفهام وسؤال واحد قبل كل مفاوضات، هل صفت النيات؟ إذا كانت نيات صافية كل اللي عم تعديه هيدا بالتفاصيل منبحثه نحن وعم نواكب عملية التثبيت. بالشق القانوني وبما يتعلق بتفسير القانون وبما يتعلق بتطبيقه على الأرض بدنا نراجع المعنى بهالموضوع عبر المحامي اللي عنا لتطبيقه على الأرض. جل ما نتمناه إن شاء الله ما عاش في شيطان بيننا وبين المعنيين، لأنه الشيطان يكمن في التفاصيل. اللي بنتمنى يتنفذ هالقانون وما يصير في لعب على الأحرف وعلى الكلام وعلى النقاط وناخد حقنا المكتسب. لجنة المياومين وفي بيان لها أعلنت أنها ستواكب عملية تطبيق القانون خطوة خطوة، وحثت العمال على العودة إلى عملهم لتسيير أمور المؤسسة والمواطنين معاهدة بالمضي قدما في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو التثبيت. في ظل الأجواء الشعبية الهادئة التي تعم باب التباني وجبل محسن تستمر عمليات الجيش، في وقت رحب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي بالمصالحة، لكنه دعا إلى ضرورة أن تبدأ من رأس الهرم إلى القاعدة. الأجواء التصالحية بين باب التباني وجبل محسن مستمرة بالتوازي مع استمرار الدعوات إلى محاسبة المرتكبين وإلى أن يعقب الخطة الأمنية خطة اقتصادية وإعمارية لإعادة الحياة إلى مدينة طرابلس. إن شاء الله بتنجح الخطة الأمنية، بنتمنى الاستقرار لكل لبنان ما بس لطرابلس. إن شاء الله بتضل البلد هيك وتزبط معنا والله يحمي هالجيش وبلش السوق يتحرك والعالم تنزل، والمصالحة كتير كانت جيدة. إن شاء الله ما بيصير شيء لانه هربوا الكبار كلهم، بقى ما بقى غير فقير، هي شغل الدوله، بدنا الامن والامان، نحن ما بدنا غير هيك. ان شاء الله ما يصير شيء، نتمنى شيء منيح يعني ما اكثر. العالم صار اللي بيهمه الشغل بقى. وفي جبل محسن عقد رئيس المجلس الإسلامي العلوي أسد عاصي مؤتمرا صحفيا نفى خلاله وجود أي اتصال بينه وبين علي ورفعت عيد، مشيرا إلى أن القضاء يحدد ما إذا كانا متهمين أم بريئين. أنا أطالب الرسميين بإعادة النظر من أجل أن تكون هذه المصالحة من رأس الهرم إلى القاعدة الشعبية كي تدوم. ووصيتي الأخيرة إلى أبناء جبل محسن الكرام أن يتعاملوا مع الجيش اللبناني معاملة حب وتقدير، لأن هذا الجيش بذل كثيرا وضحى النفيس والغالي من أجل لبنان. وبموازاة الاتصالات السياسية واللقاءات الشعبية في طرابلس تستمر إجراءات الجيش والقوى الأمنية بما فيها القوى الضاربة في شعبة المعلومات، وذلك لترسيخ الأمن في المدينة. أقر مجلس الوزراء أمس سلسلة تعيينات طالت 10 مواقع رئيسية في الدولة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أبرزها مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. مجلس الوزراء اطلع من وزيري الدفاع والداخلية على تنفيذ الخطة الأمنية واستمع إلى عرض قدمته هيئة إدارة قطاع البترول. قرر مجلس الوزراء تأليف لجنة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الطاقة ووزير الخارجية ووزير البيئة ووزير الصحة من أجل دراسة الموضوع ووضع تقرير بصدده لعرضه على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل السوري زياد عيسى وجرح السوريين إياد سمرة وإبراهيم حسيان بعد تبادل لإطلاق النار بينهم وبين عناصر الجيش عند حاجز في وادي حميد في عرسال، مشيرة إلى أن الثلاثة ينتمون إلى جبهة النصرة. قيادة الجيش أوضحت أن من جهتها أن الأشخاص الثلاثة كانوا يستقلون دراجة نارية ولم يمتثلوا لأوامر عناصر الحاجز بالتوقف، مضطرهم إلى إطلاق النار فقتل أحدهم وأصيب الآخران بجروح، وقد تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.
في عكار أوقفت قوة من شعبة المعلومات ناظرا في معهد تقني في حلبة ويدعى ميم خاء، وعلم أنه مطلوب بجرائم إرهاب وإثارة الفتن، تم نقله إلى بيروت للتحقيق معه. كشف رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أنه قرر الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية لأنه يجب إحداث تغيير جذري في كيفية معالجة المشاكل في البلاد. جعجع وفي حديث لصحيفة الشرق الأوسط شدد على أن ترشحه ليس مناورة وليس لقطع الطريق على ترشيح العماد ميشيل عون داعيا لمد اليد إلى حزب الله. وزير الخارجية جبران باسيل قال إنه يجب احترام الإرادة المسيحية في الاستحقاق الرئاسي، لافتا في حديث لبرنامج انترفيوز إلى وجود فرصة أمام اللبنانيين للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية بعد التوافق الذي انسحب على تشكيل الحكومة. للأسف أنه تركيبة البلد والدستور بهذا الشأن بيسمح أنه الناس تقدر بحق الدستوري ما تروح على جلسة انتخاب إذا مش مأمنة للرئيس اللي بدها إياه، وبالتالي بصير في فراغ. بس لا، اليوم اللبنانيين عم بيتفقوا مع بعضهم على الحكومة على البيان الوزارة، وفيهم يتفقوا مع بعضهم على رئيس جمهورية، وهي فرصتهم. تعوا تنجيب رئيس جمهورية حسب أصول ديمقراطيتنا التوافقية، وإنه مثل ما رئيس الجمهورية هيدا الموقع بنلاقي برئاسة مجلس الوزراء في الشيعي القوي والسني القوي، يكون في المسيحي القوي. أنا أكيد بعناد لبناني بتم وبصير في نفط. أنا بس بأسف على الوقت اللي عم بضيع. أنا كلنا المشكلة كل مرة في يعني هيك حسابات سياسية، في أطراف خارجية وداخلية أو يعني بصير في تجاوب معها إنه ما بعرف ده بتحب هذا الملف يمشي. واثنين والأهم إنه في ناس عندها حسابات سياسية ومالية. صار في 300 متنازع عليهم، في 500 سلمت إسرائيل فيهم، وفي 300 بعد في نزاع عليهم. بعد الفاصل تتابعون. لقاء في عكار لحل حالة التوتر بين فنيدق وعكار العتيق. التقى رئيس الحكومة تمام سلام وفدا فلسطينيا برئاسة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، الذي وضعه في صورة الورقة الأخيرة التي تمت بلورتها بين القوى الفلسطينية لترسيخ الهدوء في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وقد جرى التشديد على ضرورة تفعيل قرارات الحكومة اللبنانية لتحسين ظروف عمل الفلسطينيين. في إطار التنسيق الكامل والدقيق مع الدولة اللبنانية والالتزام بالقانون اللبناني والنائي بالنفس في زج أي حالة فلسطينية في الوضع الداخلي اللبناني، لن نكون كفلسطينيين في لبنان إلا عامل التزام وهدوء لتعزيز السلم الآلي. لا نسمح لأي كان باستغلال الوضع الفلسطيني في إحداث خلل أمني أو غيره في داخل لبنان. في عكار عقد اجتماع بين وفدين من بلدتي فنيدق وعكار العتيقة لمواجهة تداعيات حادثة تفجير فنيدق الأخير وحل الإشكالات بين البلدتين. في إطار الجهود المبذولة للملمة تداعيات حادثة التفجير التي حصلت في القموعة وحل الإشكالات العالقة بين فنيدق وعكار العتيقة، عقد اجتماع في مكتب قائد سرية درك عكار المقدم ماجد الأيوبي، ضم وفدين من البلدتين. بصدد تشكيل اللجنة، وإن شاء الله بهالكم أسبوع منحاول نكون، لأنه القصة صار لها مزمنة، في تعديات على القموعة، مشان هيك بدنا حل جذري لهالمنطقة. وبنتمنى من الرؤساء والنواب والفعاليات يعطوا لهالمنطقة الجميلة جدا اللي هي القموعة واللي توصف برئة الشرق الأوسط يعطوا أهمية. اتفقنا بعد تشكيل اللجنة قوامها 4 أعضاء من بلدة فنيدي و4 أعضاء من بلدة عكار العتيقة، وتركين الأمر بنهايته اللجنة بمساعدة القضاء العقاري لحتى يحدد بيننا وبين عكار العتيقة. ما عندنا معطيات جديدة اللي اتفقنا عليها، كل القديم بيبقى على إدمه لحتى اللجنة والقضاء العقاري يطلعوا لنا بحل مناسب ويرضي الأطراف كلها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة البحث في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل القائمة والاتفاق على إزالة التوتر الحاصل وتلافي أي تطور سلبي والاحتكام إلى القضاء والدولة في معالجة كل القضايا. احتجاجا على عدم إقرار قانون تثبيتهم في المجلس النيابي، اعتصم عناصر الدفاع المدني في البقاع وقطعوا الطريق الدولية في شتورة لبعض الوقت مطالبين الدولة بإنصافهم. نطلب من دولتنا الكريمة لا تبخل علينا بالتثبيت. ثانيا، نناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن ينصفونا، ولنا ملء الثقة بعدالتكم. ثالثا، نطالب جميع النواب الكرام على أن لا تتأخروا على إقرار مشروع الدفاع المدني البند 41 على الهيئة العامة. قضية مدرسة ليسي عبد القادر في بيروت بحثها مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في بيت الوسط مع وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة الدكتور فوزي زيدان، الذي لفت إلى أن الحريري وعد الوفد بأنه سينقل كل ما سمعه من آراء ومداولات بخصوص هذا الصرح التعليمي المهم إلى الرئيس سعد الحريري لمعالجة الأمر. وأكد الوفد تقديره لنهج الرئيس سعد الحريري المرتكز على مبادئ والده رئيس الشهيد رفيق الحريري في الاعتدال والمحبة والتسامح وتعزيز الوحدة الوطنية. أبرق الرئيس سعد الحريري إلى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز مهنئا بتشكيل حكومته الجديدة ومتمنيا له النجاح في مهامه. كما أبرق الرئيس الحريري إلى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسرياني الأرثوذكس ورئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم مار أغناطيوس أفرام الثاني كريم مهنئا بتوليه منصبه الجديد. في إطار النشاطات التي ينظمها قطاع المرأة في تيار المستقبل ولمناسبة عيد الطفل، زارت لجنتا التطوير الاجتماعي والثقافة في القطاع مؤسسات محمد خالد الاجتماعية في الأوزاعي، حيث قدمتا الهدايا إلى 40 طفلا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد شددت الكلمات على أن زرع البسمة في قلوب الأطفال هدف أساسي يسعى إليه قطاع المرأة في التيار، استكمالا لرسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لمناسبة اليوم العالمي للتوعية من التوحد، أضاءت وزارة الشؤون الاجتماعية مبنى الوزارة باللون الأزرق، وهو رمز الأمل بالنسبة للأطفال الذين يعانون من التوحد. كما جرى إطلاق الحملة الوطنية حول سبل دعم أسرة الطفل الذي يعاني من التوحد برعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، وبالتعاون مع مركز الشمال للتوحد الذي ترأسها السيدة ريما سليمان فرنجي. وخلال الاحتفال أعلنت الوزارة عن اتخاذ تدابير وقائية تساعد هذه الأسر على التحرر من الضغوط والمعوقات من خلال برامج ملائمة. بعد الفاصل، مقتضى الصدر لا ولاية ثالثة للملك. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. انتهاء جلسة مجلس النواب التشريعية وجلستان جديدتان الأربعاء والخميس المقبلين. مليون نازح سوري مسجل رسميا في لبنان، ومفوضة اللاجئين تقول أن قدراته استنفذت حتى نقطة الانهيار. قوة النظام تهاجم الغوطة ردا على خسائرها في اللاذقية ومخاوف من استخدامه السلاح الكيماوي. تخوفت المعارضة السورية من قيام كتائب الأسد بشن هجمات بغاز الأعصاب في بعض أحياء دمشق وفي الساحل السوري، حيث يشهد معارك محتدمة في ظل تقدم ملحوظ للمعارضة. وتوجهت الأنظار اليوم إلى الغوطة الشرقية، حيث كثفت كتائب الأسد قصفها في محاولة لاقتحامها، فيما سقطت قذيفة هاون قرب منزل رئيس النظام بشار الأسد في حي المالكي في العاصمة دمشق. المليحة الغوطة الشرقية غارة جوية على بلدة المليحة. بعد الخسارة غير المتوقعة على جبهات ريف اللاذقية، فتحت كتائب الأسد جبهة الغوطة الشرقية في ريف دمشق. عشرات البراميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض انهارت على مدن وبلدات المليحة ودرية ودومة وعلى معظم بلدات الغوطة الشرقية، تمهيدا لاقتحامها عبر البساتين المحيطة بها، فيما تصدى الثوار للطائرات الأسدية. الله أكبر. وأكد ناشطون أن العملية العسكرية الضخمة بدأت إثر اكتشاف نفق استطاع خلاله الثوار نسف مبنى كان الشبيحة يتحصنون في داخله.
هذا وشهدت محاور رنكوس وبلدة بقعة في جبال القلمون مواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام المدعومة بمسلحي حزب الله. إلى ذلك قصف الثوار مناطق قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين في دمشق وفي حي المالكي حيث يقع منزل رئيس النظام بشار الأسد. أما في ريف اللاذقية الشمالي فتواصلت الاشتباكات في مناطق كسب وقرية النبعين وقصد المعاف ومحيط المرصد 45 بالتزامن مع قصف طاول جبل التركمان ومصيف سلمة والشريط الحدودي مع تركيا. وتخوف ناشطون من إقدام قوات الأسد على شن هجمات بغاز الأعصاب في بعض أحياء دمشق وفي الساحل السوري. الله أكبر. إلى الوسط دكت عصابات الأسد أحياء الرستن والوعر والدار الكبيرة والحولة في حمص وريفها، داعل والنعيم وعدوان وإنخل وأحياء طريق السد في درعا وريفها تعرضت لاستهداف عشوائي، وكثفت المروحيات الأسدية غاراتها بالبراميل المتفجرة على ريف القنيطرة. القصف تجدد على أحياء دير الزور المحررة، فيما تواصلت المواجهات في محيط المطار العسكري وفي حيي العمال والجبيلي. حركة أحرار الشام الإسلامية تقوم بحرق نقطة قناص. إلى حلب شهدت المحاور معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما أغار الطيران الحربي على الأحياء المحررة. للمزيد ينضم إلينا عبر سكايب الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في دمشق وريفها يوسف البستاني. يوسف، كيف تعيش دمشق هذا اليوم؟ نعم، كما نعلم تعيش دمشق حالة مأساوية في ظل الحملة الشرسة التي يقوم بها قوات الأسد بمساندة من ميليشيات مختلفة من جميع الجنسيات في حملة شرسة لحي جوبر الدمشقي والغوطة الشرقية، خصيصا في بلدة مليحة التي تشهد حملة شرسة جدا بإبادة وسياسة الأرض المحروقة التي هي السياسة الوحيدة التي انتهجها قوات الأسد وعقلية هذا النظام منذ أول يوم في الثورة. هذه السياسة الجديدة التي تتبعها قوات الأسد اليوم، هناك أكثر سجلت اليوم أكثر من 10 غارات لطائرة الميج على حي على مدينة مليحة في الغوطة الشرقية. تستمر قوات النظام بهذه الحملة من عدة محاور خاصة من منطقة بساتين جرمانة، محاولة لقوات النظام في اقتحام بلدة مليحة بالإضافة للبساتين بين مليحة وكفر بطنة في ظل اشتباكات عنيفة جدا وقصف على البلدة بأكثر من 6 صواريخ أرض أرض. هذه الصواريخ هي المرة الأولى التي يستخدمها النظام، غريبة النوع، تنفجر انفجارين، انفجار أول عند سقوطها وبعد لحظات انفجر انفجار آخر. هذه الصواريخ تستخدم للتحصينات الاستراتيجية، النظام الآن يستخدمها ضد المدنيين في المليحة. أيضا هناك راجم صواريخ وقذائف وزيكة تنهال على المدنيين وعلى مدينة مليحة تحديدا في الغوطة الشرقية من قاسيون. أيضا ما تزال النظام يقوم باستخدام المئات من الجنود وعدد كبير من الدبابات والمدرعات منطقة بساتين جرمانة، كما شهد حشود عسكرية في منطقة باب شرقي بمدينة، بينما تسود حالة رعب في مدينة جرمانة مع تساقط قذائف الهوين مع حالة نزوح جماعي من منطقتي النسيم والتربة ومنطقة الجناين باتجاه قلب مدينة جرمانة في ظل هذه الحملة. الناطق باسم اتحاد وتنسيقيات الثورة في دمشق وريفها يوسف البستاني، شكرا لك. في المواقف أعلنت إيران عدم تمسكها بشخص بشار الأسد، والمعارضة السورية تنفي مزاعم التعارض للمواطنين الأرمن في مدينة كسب الساحلية. مجددا تؤكد طهران عدم تشبثها برئيس النظام السوري بشار الأسد في الحكم في سوريا، لكن تصريحاتها لا تغير شيئا في الوقت الذي لا تدعم أي مسيرة انتقالية في سوريا، ولا سيما بعد إفشال مؤتمر جنيف 2. نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن بلاده لا تريد إبقاء الأسد في السلطة إلى ما لا نهاية، لكنها لا تريد أن تحل محله ما سماها بالقوى الإرهابية المتطرفة، لافتا إلى أن الموقف الإقليمي تجاه سوريا تغير لصالح النظام. وبعد مزاعم إعلام النظام عن تعرض المواطنين الأرمن لاعتداءات في مدينة كسب الساحلية، نفى القيادي في الجيش الحر أنس أبو مالك تلك التهم، وأكد أن الأرمن ومقدساتهم في البلدة تحت حماية قوات المعارضة التي عملت على تأمين كافة احتياجاتهم. وإن كانت سكة الحل السياسي شقت الطريق في جنيف 1 و2 من دون التقدم خطوة واحدة، إلا أنه وبحسب ما كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن تحركا دوليا يجري لتنظيم جنيف 3. مصادر في المعارضة السورية أشارت إلى موافقة الائتلاف على المشاركة في أي جولة مفاوضات جديدة بشرط قبول دمشق مناقشة تشكيل حكومة انتقالية مع ضمانات روسية.
أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تمر بمرحلة حساسة والحوار ما زال مفتوحا، وأن خسارة كلا الجانبين للفرصة الحالية للتفاوض بشأن القضايا التي تحول دون الوصول لاتفاق نهائي تعتبر مأساة كبيرة. وعبر وزير الخارجية الأمريكي في تصريح له من الجزائر عن إحباطه إزاء الإجراءات الإسرائيلية والفلسطينية التي سعى خلالها لإنقاذ محادثات السلام المتعثرة، داعيا الطرفين للحيلولة دون انهيار هذه المفاوضات. مع انطلاق الحملات الانتخابية البرلمانية العراقية، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن القرار في الانتخابات سيكون للعراقيين وألا ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نور المالكي. في المقابل دعا المالكي المطالبين بتغيير الحكومة الحالية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع. ارتفعت وتيرة الحملات الانتخابية في العراق وغصت معها الشوارع في كافة المحافظات بصور وشعارات المرشحين. معركة الصور هذه تقابلها أخرى تقتصر على جمع أكبر عدد من أصوات الناخبين، معتمدة بشكل كبير على الوترين الطائفي والعشائري. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي أكد أنه على مسافة واحدة من الجميع، لفت إلى أن القرار سيكون للعراقيين في الانتخابات، إلا أنه استبعد تربع رئيس الحكومة الحالي نور المالكي على عرش ولاية ثالثة. لننقذ العراق من آتون الدكتاتورية ومن آتون العنف، القول للشعب هو من سينتصر، لا الولاية الثالثة ولا لغيرها. أنا أحب أوجه نصيحة للأخ المالكي. أخ المالكي يظن في نفسه أنه خدم العراق، خلي يستريح 4 سنين، خلي يشوف إذا أجى غيره أحسن منه فبها ونعمت، إذا أجى أقل منه خلي يرجع بعد 4 سنين، ما صارت مشكلة. في المقابل دعا المالكي المطالبين بتغيير الحكومة الحالية إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات. وأوضح المالكي أن تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية أفضل من حكومة التوافقات والشراكة الوطنية التي فرضتها المحاصصة السياسية وفق قوله. في السياق نفسه أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها اعتمدت 667 مراقبا دوليا لمراقبة سير الانتخابات البرلمانية المقبلة وعملية الاقتراع التي ستجري في 30 نيسان الحالي. وفي ظل المخاوف من أن تؤدي الانتخابات إلى تعزيز الانقسام في البلاد، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف من أن الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل عامل انقسام جديد بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية. عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص في مصر واعتقال بعض الصحفيين. جاء ذلك في اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بروكسل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى أسبوع احتجاجي جديد تحت شعار عاش الصمود الطلبة يبدأ يوم غد الجمعة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان إن الأسبوع يهدف لدعم صمود الحركة الطلابية وفي مقدمتهم طلاب الأزهر الشريف. عادت الشكوك تحوم حول ظروف اختفاء الطائرة الماليزية، وبرزت اليوم فرضية تفخيخ الطائرة بعبوة ناسفة مما دفع بالسلطات الماليزية لتوسيع التحقيقات الجارية. الشرطة الماليزية أكدت أنها تحقق في البضائع التي تم شحنها على متن الطائرة، وتبين أن الطائرة كانت تحمل 4 أطنان من الفواكه المعدة للتصدير، وقد استدعي أصحابها للتحقيق. نجا الرئيس الباكستاني السابق بيرفيز مشرف من انفجار استهدف صباح اليوم موكبه في إسلام أباد بحسب بيان الشرطة، التي أوضحت أن قنبلة مخبأة في أنبوب ماء تحت جسر انفجرت قبيل مرور موكب مشرف متوجها إلى منزله. قتل جندي أمريكي 3 من زملائه وأصاب 16 آخرين قبل أن ينتحر في قاعدة فورت هود الأمريكية في تكساس جنوب الولايات المتحدة. وأعلن قائد القاعدة الجنرال اللامؤشر مارك ميلي أن لا مؤشر على ارتباط إطلاق النار بالإرهاب، وأوضح أن مطلق نار جندي خدم في العراق ويعاني مشاكل نفسية. متابع في الاقتصاد بعد الفاصل. قطر تمنح البنك المركزي السوداني وديعة بمليار دولار أمريكي.
المحطة الاقتصادية نتابعها مع باسل الخطيب. تفضل باسل. شكرا لينا. أهلا بكم. عشية التئام اللجان النيابية الفرعية لبحث ملف سلسلة الرتب والرواتب، رأى وزير المال الأسبق جهاد أزعور وفي حديثه للمستقبل ألا جرأة لدى كافة الأفرقاء في موضوع السلسلة، وعليهم عدم الوقوع في الخطأ ومعرفة تأثيرها على الاقتصاد والتضخم ومصادر التمويل. رقمنا خلال السنتين الماضيتين اللي تم فيهم تعاطي مع هذا الملف كمية كبيرة من الأخطاء، وما كان في الجرأة الكافية يعني درس هذا الملف بالعمق. وصلنا اليوم إلى نقابات معتبرة أنه صار عندها حق مشروع، وبذات الوقت الحكومة والمجلس النيابي عارفين قدي دقة وخطورة هذا الملف يلي كلفته تتجاوز 1.5 مليار سنويا ابتداء من أول سنة، ورح تكون على تصاعد. اليوم بالسياسة كل الكتل السياسية منا عم تاخذ القرار الصحيح انه تفتح هذا الملف كله، وما عندها الجرأة الكافية لتقول الحقيقة مثل ما هي. ممكن يقر، انما مش بالطريقة الصح. الطريقة الصح هو تحطه من ضمن رؤية جديدة لدور الدولة والإدارة، تأثيره على الاقتصاد اي تأثيره على الأكلاف بالقطاع الخاص وبالقطاع العام، وتأثيره على التضخم، واخيرا وليس اخيرا اذا بدنا نموله مين بده يدفع 1.5 مليار سنويا، وقديش نحن مستعدين انه نكبر حجم القطاع العام ككتلة كتلة انفاق. في بورصة بيروت سجل كل من سوليدر آ وسوليدر بي 13 دولار، وتحسن سهم بنك عودي 1.40 الى 6.50 دولار، وتراجع سهم بنك بيبلوس 1.80 الى $1.67. بيمو تفضيل تحسن 1.50 الى $101.50. بلوم شهادات استقر عند $9.25. وماليا سجل اليورو $1.38، اما المعدن النفيس فبلغت الاونصه $1.283 والفضه $20. يواصل ملتقى هوريكا للضيافه والمطاعم والصناعات الغذائيه اعماله في البيال في بيروت، والذي يحتفي هذه السنه بنسخته 21، ويعرض المشاركون منتجاتهم من اطعمه وصناعات غذائيه ومشروبات، إضافة إلى أجنحة مخصصة لمصانع آلات الصناعات الغذائية وموادها الأولية ومشاركة فنادق ومطاعم. ويستقطب المعرض أكثر من 2000 علامة مسجلة من 14 دولة في خارج لبنان. نحن هلا مشاركين بأوريكا، ما بالرغم انه هو معرض للفود اند بيفرج اندستريز، بس نحن وي بروفايد كل شيء باكجينج وليبلز للمنتجات تعول السوق المحلي بلبنان. لشركتنا البراند بوزيشنينج كثير ضروري، يمكن ما يكون في دايركت كونتاكتس مع اند يوزرز فعلا بدهم خدماتنا هلا بالمعرض، ولكن انك تشوف العالم ويعرفوا البراند تبع شركتك او حيلا شركه ثانيه هو من اهم الادوار اللي عم يلعبها المعرض هذا. قررت قطر منح السودان مبلغ $1 مليار لمساعدته على تعزيز احتياط النقد الاجنبي لديه، وذلك خلال زياره للشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير قطر الى السودان. وقال وزير الماليه السوداني ان هذا المبلغ سيساعد المصرف المركزي في السودان على زياده احتياطياته، مشيرا الى انه يشكل الدفعه الثانيه من $2 مليار كانت قطر قد وعدت العام الماضي بتقديمها للسودان. يبقى السوق الأمريكية هدفا لشركة سامسونج الكورية، التي تحاول دائما ترسيخ علامتها التجارية في أذهان الأمريكيين بأي طريقة كانت. وعلى الرغم من السمعة الجيدة التي تحظى بها هواتف الشركة في أمريكا، إلا أن سامسونج تستمر في الدفع بسخاء للإعلان عن منتجاتها هناك. فبعد التغريدة التاريخية في حفل الأوسكار التي حظيت بما يقارب 3.5 مليون ريتويت، استغلت سامسونج هذه المرة زيارة لاعب البيسبول الشهير ديفيد أورتيز للرئيس الأمريكي باراك أوباما والتقاطه صورة بالكاميرا الأمامية لهاتف جالكسي نوت 3 ونشرها عبر حسابه على تويتر، حيث حصلت الصورة على ما يقارب 50,000 ريتويت حتى الآن. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل نتابع في الرياضة. ريال مدريد وباريس سان جيرمان يقتربان من نصف نهائي تشامبيونز ليج. المحطة الرياضية مع محمود سمورة. تفضل محمود. شكرا لينا. تأهل فريق الصفا للدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي إلى كرة القدم بعد فوزه على ضيفه سويق العماني بهدف من دون رد
بالمباراة اللي جمعتهم على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى. علي كركي كان صاحب هدف الفوز للصفاء اللي انفرد بصدارة المجموعة الأولى عن جدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات. قطع ريال مدريد شوط كبير نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 3-0 بذهاب الدور ربع النهائي. وسجل أهداف الريال كل من الويلزي جاريث بيل وإسكو والبرتغالي كريستيانو رونالدو على التوالي، علما أن الفريقين بيلتقوا الأسبوع المقبل بمباراة الإياب بألمانيا. بدوره حقق باريس سان جيرمان الفرنسي نتيجة جيدة بالبارك دي برانس بفوزه على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 3-1. سجل للفريق الفرنسي الأرجنتينيان لافيتزي وباستوري والمدافع البرازيلي لويس خطأ بمرمى فريقه. فرحة ريال مدريد بالفوز على بروسيا دورتموند رفاقة قلق بعد خروج نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو مصاب قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة. وبالوقت اللي طمأن مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي جماهير الفريق الملكي بالقول أنه رونالدو غير مصاب وهو يعاني فقط من بعض الآلام، أكدت صحيفة أس المدريدية إصابة رونالدو بأوتار الركبة. يذكر أن النجم البرتغالي سجل امبارح هدفه الـ14 بالتشامبيونز ليج هالموسم ليتساوى مع صاحب الرقم القياسي الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي حققه الموسم الماضي. يحل فريق جيفنتوس الإيطالي ضيف على ليون فرنسي الليلة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج. بطل إيطاليا بيحتاج لاستعادة توازنه بعد هزيمته الأخيرة بالكالتشيو أمام نابولي بهدفين من دون رد إذا ما أراد مواصلة مشواره الأوروبي والوصول للمباراة النهائية لها المسابقة اللي رح تقام بمدينة تورينو الإيطالية معقل اليوفي. بالمقابل رح يحاول ليون التعويض عن إخفاقاته هالموسم خصوصا بعد خروجه من مسابقة كأس فرنسا، كما فقد الأمل بالمنافسة على لقب الدوري الفرنسي حيث بيحتل المركز الخامس بفارق 28 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان. وبباقي مباريات الليلة بيستقبل بازل السويسري فالنسيا الإسباني ويستضيف بورتو البرتغالي فريق إشبيليا الإسباني، بينما يحل بنفيكا ضيف على إيزي ألكمار الهولندي. طبعا أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي محبي أنه لا يزال حيا بعد الشائعات اللي تحدثت الأسبوع الماضي عن وفاته. بيلي سئل خلال حديث صحافي بمدينة نيويورك الأمريكية هل سمعت بخبر وفاتك بمحطة CNN، فرد قائلا أنا لست مندهشا وهذه ليست المرة الأولى، وقبل 3 سنوات مات فيل في السيرك كان يدعى بيلي فقالوا بيلي مات. وعن حظوظ البرازيل في الفوز بكأس العالم قال إنها قوية، لكن أبدى تخوفه من منتخبي ألمانيا وإسبانيا لأنهما الأقوى حاليا، كما قال بيلي اللي اتمنى وصول البرازيل والأوروغواي للمباراة النهائية لتكون فرصة للانتقام من خسارة النهائي عام 1950. غلب فريق سان أنطونيو سبيرز على فريق جولدن ستيت ووريورز بنتيجة 111-90 بالمباراة اللي أقيمت على أرض سان أنطونيو بولاية تكساس ضمن منافسات الدور الأول للNBA. سان أنطونيو متصدر القسم الغربي دخل اللقاء وهو بيطمح لتحقيق فوزه الرقم 19 على التوالي، وبالفعل تمكن من تحقيق النصر وسط تألق أكثر من لاعب بصفوفه لاسيما الفرنسي توني باركر اللي سجل 18 نقطة والنجم المخضرم تيم دانكن صاحب ال 15 نقطة بهاللقاء. وبهالفوز عز سان أنطونيو صدارته للقسم الغربي من NBA برصيد 59 انتصار وهو الأعلى بين كل الفرق هالموسم. لهون بنكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. وننهي النشرة بالتذكير بالعناوين: انتهاء جلسة مجلس النواب التشريعية وجلستان جديدتان الأربعاء والخميس المقبلين. شيء مؤسف كثير، يعني في مليون
عالي قبل بلبنان عم تعاني من هاي الامور. مليون نازح سوري مسجل رسميا في لبنان، ومفاوضة اللاجئين تقول ان قدراته استنزفت حتى نقطة الانهيار. المليحة الغوطة الشرقية غارة جوية على بلدة المليحة. قوات النظام تهاجم الغوطة ردا على خسائرها في اللاذقية ومخاوف من استخدامها السلاح الكيماوي. تابعتم في الاقتصاد أزعور لا جرأة لدى كافة الفرقاء وإقرار السلسلة خطأ إذا لم يعرف تأثيرها ومصادر التمويل. في الرياضة الصفاء إلى الدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي بالعلامة الكاملة. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم، شكرا للمتابعة. We'll be right back.